من الحاجات المهمة جدا ان احنا عايزين نفهم البناء العادات ده بيساعدنا على ايه. هو بيساعد البني ادمين على بناء ثقة بالنفس كبيرة قوي، بيقلل التوتر، بيكافح الاجهاد النفسي، بيحافظ على العادات الايجابية وبيرسخها، بيحاول انه يبنيك كانسان كعنصر فعال في مجتمعك وفي دنيتك، وبيفرق مع كل اللي حواليك. ودايما دايما من الحاجات المميزة الملهمة جدا احتفل بانتصاراتك وانجازاتك وكل خطوة تاخدها. احتفل ان انت خدت الخطوة دي، احتفل ان انت اشتغلت على عادة معينة 20 يوم شهر سنة، وقول انا قدرت انجز، قدرت ادخل عادات صحية لحياتي. المشي كل يوم دي عادة صحية، قراية كتب دي عادة صحية، الاكل الصحي دي عادة صحية، شرب المية دي عادة صحية. كل الحاجات دي من اكتر الناجحين في العالم مشتركين كتير قوي في العادات الصحية دي. عندنا كتير في مجتمعنا المصري والعربي والوطن العربي في شخصيات ونماذج ملهمة كتير قوي، وامثلة كتير لفنانات مصريات قدروا يغيروا ويشتغلوا على وعيهم، سواء مارسوا اليوجا، سواء مارسوا انهم يقروا الكتب، سواء اشتغلوا على نفسهم. وعندنا امثلة جميلة جدا وملهمة، هم نفسهم لما بيبقوا موجودين على برنامج تلفزيون او على اي بودكاست او اي لقاء ليهم، بيتكلموا قد ايه الإيجابية في حياتهم فرقت، قد ايه قراية الكتب، قد ايه اهتمامهم بنفسهم، اهتمامهم برياضتهم، اهتمامهم بتغيير عاداتهم فرقت معاهم، خلتهم ايكون في مكانهم. وعندنا مثال الفنانة المتميزة ياسمين صبري، كان في اخر برنامج ليها شاركت وقالت ان الافكار المتميزة والوعي والثقافة فرقت في حياتها جدا، واليوجا اللي هي بتمارسها والقراية الكتب. ده مثال حي لشخصية متميزة، مرأة مصرية مميزة جدا فرقت انها تبقى ايكون في الجزء اللي هي فيه، وبتقدم ده وبتشاركه مع جمهورها. قد ايه القراية لوحدها فرقت، قد ايه تطورها وانها مركزة مع نفسها، مركزة على التغيير الافضل طول الوقت، مركزة على الثقافة اللي هي بتغذي نفسها بيها عن طريق الكتب، الرياضة اللي هي بتلعبها، المية اللي هي بتشربها، وجودها في المؤتمرات وفي الحاجات الثقافية العالمية دلوقتي بقت مثال الناس تبص وتشوف الناس الملهمة المتميزة قدرت هي كمان تغير وعيها ازاي وتغير من عاداتها بخطوات مع الوقت فرقت على مدار السنين اللي فاتت. اللي بيشوفها ويشوف تقدمها وتغييرها بيحس قد ايه ان عندنا نماذج ملهمة جدا تقدر لو بصيت وشفت هتقتدي بيها، وتشوف قد ايه الستات المصريات بيعملوا حاجات جميلة جدا. شكرا لكم، واشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. تصبحوا